تعزيز التواصل والحوار بين شباب دول مجلس التعاون من خلال أفكارهم ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل من خلال مشاركتهم في برنامج الزمالة التقنية، وهو أحد برامج مركز الشباب العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة. عشان تعرف أكثر على هذا البرنامج، يسعدنا بأن يكون معنا اليوم الباحث الكويتي الوحيد اللي مثل دولة الكويت في هذا البرنامج والملتقى، علي لانزي. مساك الله بالخير وحياك الله. الله يمسيك بالنور. أحب أشكرك أول شيء، مسي على الشاهد المشاهدين ومسي عليكم، وأشكر تلفزيون الكويت على هذه الفرصة. وصراحة هذه ما هي غريبة على تلفزيون الكويت في دعم الشباب الكويتي في كافة مجالاته. حياك الله، منورنا. وأكيد اليوم راح نتكلم عن هذا البرنامج. في البداية نبي نتعرف أكثر على برنامج أعضاء أو برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي. برنامج الزمالة التقنية هو برنامج أحد برامج مركز الشباب العربي، ليهدف من خلاله لتسليط الضوء على المهارات الشباب التقنية في عدة مسارات. نعم. فكان في أحد المسارات اللي أنا شاركت فيها اللي هي مسار الأمن السبراني. أنا متخصص في أمن المعلومات في الكويت وأعمل في هذا المجال. فكان في أكثر من مسار، وأنا بقول لكم خبر حصري يعني أن في إن شاء الله النسخة الثانية راح يتم إطلاقها قريبا. البرنامج ممتاز جدا للشباب المهتمين في البرنامج المجال التقني. هو في أكثر من مسار، في أمن المعلومات، في التحول الرقمي، في التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة. يهدف البرنامج من خلال توفير ما يسمى بمهارات المستقبل. حلو. بأنه يجهز الشباب لأنه يكونون جاهزين لوظائف جديدة راح تطلع وتطرأ على يعني المستقبل الجاي، فأنت جاهز لمثل هذه النوع من المهارات. وأيضا في برامج ثانية يغطيها برنامج مركز الشباب العربي مثل برنامج القيادات وبرنامج الإعلاميين، فهي فرصة ممتازة جدا للشباب خصوصا اللي حابين يطورون مهاراتهم في الجانب التقني. البرنامج خوي عبد الله في برنامج في جزء كبير منه عملي. في واحدة من أهم الشغلات صراحة واللي أنا فخور فيها، واحد من أكبر البرامج مواقع التواصل الاجتماعي، في ميزة تم إطلاقها وتم دراستها من خلال البرنامج. حلو. فهي فرصة كبيرة جدا للشباب اللي حابين يطورون نفسهم في المجال التقني. في أكثر من 30 شركة عالمية كانت موجودة وتعطي دورات عملية وتقنية تفيدك في تطوير نفسك في هذا المجال. ممتاز. طيب أخوي علي، هل يتم التقديم على نفس هذا النوع من البرامج ولا يتم الاختيار؟ يعني شلون تم اختيارك؟ نعم. هو في موقع من خلاله يتم، من خلال موقع المركز العربي، مركز الشباب العربي، من خلال الموقع تقدر تقدم. الآن ما في تقديم. نعم. إن شاء الله راح يتم إطلاق النسخة الثانية قريبا. نعم. يتم اختيار الشباب على حسب البحث، لأن في النهاية البرنامج هو مميز جدا صراحة. حلو. يعتمد على البحث. في نهاية البحث يتم تقديم مادة بحثية، ورقة بحثية يتم مناقشتها ومراجعتها من أحد الجامعات في دولة الإمارات. حلو. لازم تكون عندك فكرة في البداية وتقدمها للشباب اللي راح يقدمون لك، مثلا راح تيجي اللجنة وتختبرك، ومن خلال نوع البحث اللي موجود عندك سواء قيمته شنو اللي يهدف له في المجتمع. وبالنهاية وأيضا في أكثر من مسار مثل ما قلت لك، ففي مسار البحث وفي مسار ثاني من خلال كان سنة اللي طافت مع مركز التجارة في الشارقة، كان يساعدك بأنك تسوي لك بزنس خاص فيك في الشارقة، يجهزك تسوي يعطيك التراخيص ويجهز بزنس كامل. ممتاز. للشباب اللي تم اختيار البحث الخاص فيهم أو فكرتهم في البرنامج. في أعمار معينة؟ ليل 35. ليل 35. السنة اللي أنا كنت بشارك فيها ليل 35. نعم. إن شاء الله البرنامج لما راح يتم إطلاقه في النسخة الجديدة راح تكون مكتوبة كل التفاصيل في الموقع. بالضبط. بس هذا ما يعني أن أيضا الشباب أو المهتمين في هذا المجال فوق العمر 35 يقدرون يشاركون في مجالات كثيرة في برنامج برامج المركز. ففي عدة برامج يقدرون يشاركون فيها، في تقدر تطور مهاراتك وتجهزك أيضا لما يسمى بمهارات المستقبل. جميل. ويمكن إذا بتكلم عن شعورك وأنت الباحث الوحيد اللي يمثل دولة الكويت في هذا البرنامج. والله عبد الله شعور لا يوصف صراحة. يعني أنا فخور جدا بأن حتى يمكن كان في نهاية البرنامج أو التكريم اللي حصل قبل أسبوع مع سعادة صاحب السمو محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وهو أشاد صراحة لما يتسلم عليه وقال له أنا علي العنزي من الكويت، قال لي كلمة صراحة اللي حين ترن في إذني أن الشباب الكويتي دائما متميز. فشعور فخور صراحة أن يكون في هذا المجال، وأنا فخور جدا بالمشاركة. وأيضا كانت في شغلة وايد حلوة في الأكسبو لما كان التخريج. نعم. الجناح مال الشباب لما كنت تطلع، أول ما تطلع تشوف جناح الكويت،
فإلى الآن صراحة عندي صورة أذكر أن فيها شهادة وراها جناح الكويت، فهي فخر صراحة كبير بأني أمثل الكويت في هذا المجال وفي هذه الفرصة صراحة. وإحنا فخورين فيك علي أكيد. وإذا بنتكلم عن أعداد المشاركين الموهوبين في هذا البرنامج أو في هذا الملتقى، هو بعد البرنامج كان في هناك ملتقى. ملتقى نعم، الملتقى كان مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كان قبل أسبوع تقريبا. اختاروا أفضل المشاركين في كل برامج المركز. أنا الوحيد اللي كنت تقني، الباقي كلهم اللي موجودين إعلاميين ومشاركين في برامج قيادية. فهذا صراحة أيضا دعم كبير من البرنامج، وأنا صراحة من خلال تلفزيون الكويت ودي أوجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد، سعادة وزيرة الشباب شمة مزروعي، سعادة حميد راشد بن حميد النعيمي، وطبعا هذه كلهم قيادات مركز الشباب اللي صراحة يعني اتصالهم كانوا اتصلوا علي في أسبوع اللي طاف وقالوا لي أن تم اختيارك. كنت بالكويت. أنا كنت بالكويت ويعني ما أبي أقول لك كثر كان تسهيلات، يعني تسهيلات كبيرة، ولما وصلنا للقصر وأن شلون كان الشيخ يعني استقبلنا استقبال كبير في مجلسه في قصر البحر، فكان صراحة شيء كبير جدا. عدد المشاركين عبد الله بالبداية في البرنامج كان 100 شاب عربي وعربية من كل دول الوطن العربي. الوطن هذا في البرنامج. في البرنامج. حلو. بعدين تم اختيار تقريبا بمناسبة اختيار مجلس التعاون. نعم. ليوم 6/6 بيوم الشباب الخليجي، تم اختيار هذا اليوم واللي فيه قابلنا، يعني كان هو بعد في 5/7 حتى. نعم. أيضا بعد ما اختاروا اللي هو جامعة الدول العربية يوم 5/7 ليكون يوم الشباب العربي. ممتاز. فكان في نفس اليوم كان عدد شباب اللي من دول الخليج، طبعا كان بالبداية فقط دول الخليج اللي حاضرين، أيضا عددهم تقريبا 30 شخص وكان موجود في الملتقى. كانت وياي أختي أسراء الأنصاري أيضا. نعم. هي كويتية، في لقاء الشيخ صاحب السمو محمد بن زايد، وأيضا صراحة أسرار واحدة من الشباب اللي تفخر صراحة أنك شارك معها. أسرار هي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب يعني، فكانت فرصة رائعة جدا. بس الحلو في مثل ما قلت لك أنه لما كنا قاعدين وكنا قبل لا نروح حق القصر، فاللي شدني جدا واللي صراحة حسسني بالفخر بأن أنا الوحيد اللي كان كل موجودين قيادات وإعلاميين، وكان حتى قالوا لي إياها بأن التقنيين أنتم ما تعرفون تتكلمون، ما تعرفون تطلعون في التلفزيون. فهذا صراحة شيء داعم كبير، وخصوصا من دولة خليجية أنها تدعم الشباب، وفي رؤية المركز بأنها تمكن الشباب من الوصول وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا. يمكن أيضا ذكرت وشفنا مع بعض التكريم من قبل الأستاذة شمة المزروعي وهي وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الشباب، أيضا كلمنا عن هذا التكريم بالتحديد. هذه مثل ما قلت لك كانت يوم نهاية البرنامج. حلو. هو التخريج اللي نشوف احنا الصور اللي تم فيه صراحة، كان في اكسبو وكان في اللي هو الإعلان عن الشباب اللي تم اختيارهم للانتقال للمرحلة الثانية. حلو. وايضا يعني احنا في بعد ما خلصنا البرنامج سوينا شيء اسمه مجتمع التكنولوجيا العربية، واللي يضم 81 شاب من دول الخليج والدول العربية اللي فيهم ايضا قاعد نطور مهاراتنا. في من خلال مشاركتي في البرنامج عبد الله، انا ما كنت بس طالب، انا كنت ماخذ شويه ليفل اعلى باني وصلت لوحده من المراحل بان كنت اعطي دورات مع المنظمين. فكانت فرصه جميله جدا، وايضا اصلا كان هدف البرنامج بانك انت تطور مهاراتك في هالمجال. فكانت لما انا عندي شهادتي ماجستير في تكنولوجيا المعلومات، فلما عرضت عليهم هذه الفكره وان عندي دورات وعندي خبره في تكنولوجيا المعلومات وامن المعلومات تحديدا، فكانوا يخلوني اني اشارك واعطي دورات. فكانت صراحه اشكرها معالي شمة المزروعي، قالت لي كلمه صراحه ايضا ما انساها بان ايضا اشادت في الشباب الكويتي، وكلهم يعني حتى الشباب كلهم يشيدون بان الشباب الكويتي دائما شباب مقدام مبادر يحب يطور من نفسه والمجتمع اللي حواليه. فانا صراحه ادعو الشباب في الكويت او في دول الخليج او اللي يشوفونا الحين خلال تلفزيون الكويت بانهم يشاركون في هذه المبادرات من مع مركز الشباب العربي اللي راح يفيدهم في تطوير نفسهم في عدة برامج يقدمها المركز. خصوصا علي يعني في الآونة الأخيرة قمنا نشوف الاهتمام صار بشكل أكبر في أمن المعلومات والأمن السبراني. بالضبط بالضبط، أكيد البرنامج مثل ما قلت لك عبد الله هو يقدم للشباب تكنولوجيا
المستقبل، مهارات المستقبل، بان انت الان يعني خلينا نكون واقعيين، بعض المهارات الحين بدت، بعض المهن بدت تندثر، فانت هل انت مستعد؟ الفكرة الحلوة مثل ما قلت لك بأن مركز الشباب العربي ما يبي يوظفك هناك، مركز الشباب العربي يبيك ترجع للكويت، يبيك ترجع ديرتك وتخدم ديرتك من خلال تطوير مهاراتك في هذا. ففي عدة مهارات عندك، الحوسبة السحابية، أمن المعلومات، علم المعلومات نفسه، فهذه كلها مهارات المركز يسعى من خلالها بأن الشباب يطور نفسه في هذا المجال، ويسعى لتطوير مجتمعه نفسه. فهو يقول لك ارجع طور الكويت، ارجع طور البحرين، ارجع طور الإمارات. فبرنامج ممتاز جدا ويسعى لتطوير الشباب في كافة مجالات. ربي يوفقك يا علي، كل الشكر على وجودك معنا اليوم. تسلم، مشكور، وأشكر لكم مرة ثانية هذه الفرصة، ومثل ما قلت لك ما هي غريبة عليكم في تلفزيون الكويت لدعم الشباب في كافة المجالات. تستاهلون أكثر، كل الشكر والتقدير للباحث علي العنزي، باحث في أمن المعلومات. ومستمرين معكم في فقرات برنامج مساء الخير يا كويت.